عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. الفيديو بتاع النهاردة للناس عشاق الشطة، هعمل لهم الفلفل الاخضر الحامي مخلل بطريقتين، بيبقى حلو جدا. الطريقة الاولى عندي فلفل وتوم وملح، معلقة خل ومية. المقدار باخد معلقة ملح لكل كوباية مية. هنحط على المية الملح والثوم والخل. طبعا الطريقة دي هي طريقة اي مخلل، يعني جميع المخللات بنحط لها ملح وثوم ومية وخل. انا بفضل بصراحة الثوم مع اي مخلل، بيديله طعم جميل جدا. بعد ما قلبت المكونات كلها على بعض، طبعا بكون غسلة الفلفل ومنضفاه كويس، هكون بقى مجهزة برطمان ازاز عشان احط الفلفل فيه. انا بفضل الحاجة الازاز عن البلاستيك بصراحة، يعني عشان ما يبقاش فيه تفاعلات مع الخل والملح مع البلاستيك بيبقى غلط. حطيت الفلفل في البرطمان وهغطيه بالمية واقفل البرطمان واسيبه، هسيبه عادي خالص في المطبخ. بعد ما عدى يومين فتحت البرطمان، قلت اشوف كده الفلفل عامل ازاي. ده كان شكله، كان لسه طبعا ما تخللش لانه اخضر شوية. قفلت البرطمان تاني وسبته. بعد اسبوع كان جاهز للاكل، بيبقى حلو جدا. طبعا الفلفل ده بنعمله ساعات مع الليمون ومع الزيتون، بس المرة دي انا عملته لوحده وبيبقى حلو جدا برضو، ومش وقت كتير، يعني في خلال اسبوع بيتاكل وبيفضل في البرطمان عادي في المطبخ، ما بنشيلوش في التلاجة ولا حاجة، وبيقعد بقى معنا كتير، يعني بيقعد وقت طويل بصراحة، ما بيحصلوش اي حاجة. دلوقتي اقول لكم بقى الطريقة التانية، اللي هي الطريقة السريعة اللي بناكله في نفس اليوم. عندنا ثوم وخل، الخل معلقة صغيرة، نص معلقة ملح، وكمون وبابريكا نص معلقة. هضيف دلوقتي مكونات التتبيلة على بعضها. طبعا اللي حابب يحط ليمون يحط، بس هو انا بفضل الخل بصراحة بيبقى حلوة. دلوقتي جبت طاسة فيها زيت، الفلفل طبعا غسلته ونشفته، لازم يبقى متنشف، ما ينفعش يبقى فيه مية ويتحط في الزيت. هقلبه شوية في الزيت، بيتقلب حوالي 5 دقايق. المهم كل شوية لازم نقلبه على الناحية التانية. خلاص كده، هو كده اتحمر خلاص، نشيله بقى على ورق زبدة او على مناديل زي ما تحبوا. المهم نصفي الزيت اللي فيه شوية. هنحطه بعد كده ونضيف عليه الخلطة. بس كده، هو كده جاهز للأكل. ممكن على فكرة الفلفل الرومي الحلو نعمله بنفس الطريقة، يعني نعمله مخلل ينحمره ونحط عليه التتبيلة دي، بيبقى حلو جدا. الفلفل الاخضر ده عملناه قبل كده مع بعض هريسة. انا بفضل بصراحة الهريسة دي، بعملها وبملى برطمان في التلاجة على طول، بتبقى متوفرة عندي. اكلات كتير جدا بتنفعني فيها، يعني اخد كده معلقة منها واحطها على الحاجة، خاصة طبعا المخللات، مخلل البتنجان، او في اكلات كتير جدا باخد، او التتبيلة
بتاعة الفراخ او البفتيك، باخد برضو معلقة من الهريسة بحطها عليها. ان شاء الله هنزل لكم طريقتها في صندوق الوصف. يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم، جربوا بقى الفلفل بالطرق دي وبالهنا والشفا.